الباب المؤلف عادي دي الافلام القديمه نرجع ناخدها ثاني زي البحث عن الفضيحه والحاجات دي. فكلمني ممكن نعمل ده ازاي؟ كل اسئلتكم فكلمني يعني. ده انت النجم النهارده، انت بطل سؤال وانا جاوب عليه، انت بطل العمل. حرقت فكره الفيلم شويه ايه؟ كان اسم اكس مرات بس كده، حرقت رائعه شويه. حلو عشان تبقي داخله عارفه هتتفرجي على ايه. الناس ما بتنبسطش لما تدخل مش عارفه او مش فاهمه التريلر بيقول ايه. على نسبه مشاهده برضو، هل قلت احتمال ان يكون في جزء تاني؟ هل هنشوف جزء تاني فعلا في رمضان؟ على نسبه مشاهده، انا ماليش اي علاقه بالمسلسل ده خالص، هو مش مسلسل ده بتاع سلمى ابو ضيف. اشغال شقه، اشغال شقه، هي اتلخبطت. ان شاء الله يبقى في جزء تاني ان شاء الله. طب البحث عن فضيحه ما اديتناش رد عليه. ايه السؤال؟ البحث عن فضيحه ما اديتناش رد عليه. هو لسه بيتكتب اخر نسخه، المؤلفين ولسه هنقعد نشتغل على الورق. الزعيم طبعا اب روحي ليك، واكيد فاكيد كان في قعده مع دوت ان انتوا تستاذن منه ان انت تعمل ده، صح كده؟ ولا انت عارف المعلومه يعني؟ هو كان قاعد معايا اكيد ده حصل ولا هو اخراج رامي امام؟ خلاص الموضوع خلصان، في تصريح رامي هو اللي جايب لي الفيلم اصلا. تمام. طب عمر ما هيتعمل فيلم زي ده من غير ما سعيد يبقى موافق. الفكر كان المنافسه طبعا شديده مع الاعمال الثانيه، فاهم ازاي المنافسه؟ منافسة قوية، وكل ما بيبقى فيه أفلام أكتر وبتجيب إيرادات كتيرة ده بيكبر صناعة السينما عندنا. المميز في الشغل مع أمينة وقيس الاثنين لزاز وسهلين، سهلين وعلى الله الاثنين يعني، فكان في بساطة غير عادية في التصوير. الكوميديا مع الثنائي ده أحسن ولا مع شيكو ومع كلهم حلوين؟ مازو هنعمل معاه الفترة الجاية؟ مازو في اللعبة الجزء الخامس إن شاء الله بيتكتب. هتبتدوا تصوير إمتى ولا لسه مفيش؟ يعني متوقع يبدأ تصوير على شهر 9 إن شاء الله. نورتنا يا هشام بالتوفيق. شكرا. شكرا يا جماعة. بجد تعبت هتلخبط. مرة في الثلاثة وبرضه لما جه جم وراه. الشعب والله العظيم ما